مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامج دين ودينار، نتحدث عن إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية. فضيلة الدكتور، أعود إلى فضيلتكم، وكنا نتحدث عن مفهوم الأزمة، أزمة السيولة، وما هي أنواع هذه، أو يعني في بحثكم دكتور ذكرتم أنه في أزمات مستديمة للدولة أو المؤسسات المالية وفي أزمات مؤقتة، ما الفرق بينهما بإيجاز؟ طارئة. صحيح، بالتأكيد سواء كان للدولة أم للمؤسسة قد تكون هذه الأزمات مستديمة، يعني مستمرة طويلة، وقد تكون أزمة طارئة. يعني الآن بالنسبة للدول الغربية حقيقة أزماتهم يعني إلى حد كبير أزمة طارئة، يعني كان ما كانش عندهم مشاكل ظهرت المشاكل والآن يحاولون علاجها، ولأنه كانت لدى الدول إمكانيات كبيرة جدا. لكن الآن مثلا في بعض دولنا الإسلامية مع الأسف الشديد الأزمة من 50 سنة، من 30 سنة، من 40 سنة، المشاكل تتضخم والديون تزداد والالتزامات لا تؤدى. وليس في العالم الإسلامي وكذلك في العالم يعني ما يسمى بالعالم النامي أو بالعالم النائم أو بالعالم الثالث مثلا. فهذه الأزمات المستديمة هي طبعا تأتي بالمناسبة بسبب السياسات خاطئة على مستوى الدولة وعلى مستوى المؤسسة. السياسات الخاطئة التي منذ البداية لم تتخذ الإدارة أو الحكومة سياسة ومنهجية بحيث لا تكون هناك تكون الالتزامات تكون أكثر من الإنتاج. هذا شيء طبيعي، إذا أنا مثلا إنتاجي اليومي فلنفرض يعني 10 دراهم ومتطلباتي والتزاماتي 20، هذا طبيعي أنني خلال فترة وجيزة سوف أستغرق في هذه الديون وسوف تزداد أزمة السيولة وسوف تصبح هذه الأزمة متراكمة، ولا سيما أن العالم الغربي لا يرحمنا وأن الديون كذلك لن ترحم وأن الفوائد تزداد وتتضخم. وبالتالي أسباب هذه طبعا بالإضافة إلى السياسات الخاطئة أيضا بعض الأشياء الكبيرة التي كشفتها بالمناسبة الأزمة المالية العالمية. الأزمة المالية العالمية كشفت بأنه السياسات الاقتصادية التي اتخذتها أمريكا، اعترفت أمريكا بذلك وكذلك أوروبا، ولا سيما في تسهيل بعض السياسات النقدية التي كانت موجودة 1928 إلى 39 وضعت في أمريكا وفي أوروبا، وخاصة في أمريكا مجموعة من السياسات التي ضبطت قضايا النقود وقضايا البورصة وقضايا يعني عدم التوسع في مسائل الرهون وما أشبه ذلك. فلما خففت هذه القيود أدى ذلك. كذلك في دولنا أساسا قد أستطيع أن أقول في بعض الدول لا توجد أساس السياسات متزنة لهذه الإدارة. كذلك مثلا مما وجهت إليها أصابع الاتهام مسألة الاختيارات، مسألة سأتكلم عن هذه الأسباب دكتور، مسألة المستقبليات، لعل هذا سنتكلم عنه تحت ما يسمى أسباب الأزمة. لكن عندما نقول أزمة مستديمة أو أزمة طارئة أو مؤقتة، ما الفرق بينهم؟ هل هو في يعني وقت معين؟ الأزمات المستديمة هي التي تتبع سياسات مستديمة وأساسها سياسات خاطئة. الأزمات الطارئة أن تكون أصل السياسة والتخطيط سليما، السياسة سليمة والتخطيط سليم والخطة معقولة، ولكن يأتي أمر طارئ بسبب أزمة عالمية أو بسبب أزمة خارجية أو بسبب حرب أو بسبب أي ظرف من الظروف أو بسبب أن هناك مثلا المؤسسة دخلت في عملية معينة ولم تنجح فيها، أو أن الجانب الآخر لم يستطيع أن يفي بالتزاماتها. يعني هو حضرتك عارف أمور ملتزمة بعضها ببعض، أنا ملتزم أمامك وأنت ملتزم أمام شخص آخر، فإذا كان الشخص الآخر لم يلتزم أمامك أنت لا تستطيع، قد لا تستطيع أن تلتزم أمامي. هذه ما يسمى بالأزمات الطارئة في المؤسسات المالية، وكذلك بالنسبة للدولة قد تحدث أزمة لمدة سنة سنتين شهر شهرين فتعالج من خلال علاج هذه المسألة. ولكن الأزمات المستديمة أنا في اعتقادي وهذا ما بينت هي تتبع السياسات الخاطئة، تتبع السياسات المستمرة، هي تتبع أننا نتبع مجموعة من السياسات كلها حقيقة تتراكم في بعضها حتى تؤدي فيما بعد إلى انفجار، وقد تؤدي إلى
أن تكون الدولة مفلسة وعاجزة أو أنها تتصرف حينئذ حتى في سيادتها وتتنازل عن سيادتها. دكتور يعني تشيرون أنه أسباب الأزمات أزمة السيولة تقول يعني إصدار السندات والتوريق للديون وجدولتها، هذا أحد الأسباب. أي طبعا هذه أشياء كلها، نعم كل هذه المسائل أخطاء، 10 أخطاء أساسية هي من أيضا سندات، وثم أصل السندات لأنها هي ديون وليست في مقابل الشيء، وهذه السندات ستصبح التزامات بعد 10 سنوات بعد 5 سنوات. جميل. تطالب، ما عندي أصل. كذلك أيضا مضاربات، ولا يكتفون بذ نعم تقول المضاربات. نعم. المضاربات في الأسواق دولية. نعم مضاربات في الأسهم، مضاربات في السندات، مضاربات في البورصة، مضاربات حتى على السلع الدولية، كل أنواع المضاربات بهذا المعنى، ليس المضاربة الشرعية. طيب. بالمناسبة المضاربة كل نعم. دكتور أحب هنا أن يعني كل هذه المضاربات هي أشرتم إلى موضوع مهم جدا، تقول أيضا من الأسباب المهمة عدم وجود الاقتصاد العيني، ما المقصود بهذا؟ دكتور تسمعوني؟ فيما يبدو يعني سنتواصل مع فضيلة الدكتور. الدكتور حقيقة يشير في بحثه القيم حول إدارة السيولة في المؤسسات المالية، يشير أنه من أهم الأسباب التي تحدث الأزمات هو حقيقة عدم وجود ما يسمى بالاقتصاد العيني، الاقتصاد الحقيقي، السلع، يعني وجود معقود عليه له جرم مادي يستطيع الإنسان أن يراه، أرض، سلعة، سيارة إلى آخره، هذا المقصود بالاقتصاد العيني، يعني في مقابل الديون والقروض، عبارة أخرى اعتماد، يعني الائتمان، الديون من الأسباب التي أدت حقيقة إلى أزمة السيولة في عالمنا اليوم هو موضوع الائتمان. وأيضا ركز الدكتور حول موضوع تعسر المدينين في سداد الالتزامات، وقد أشار الدكتور عند حديثه عن وقوف المودعين طوابير أمام المؤسسات المالية سواء كانت يعني إسلامية أو غير إسلامية، تعسر المدينين وعدم استطاعتهم رد هذا المال إلى أصحابه، وبالتالي عندما فقدت الثقة بين المودع وبين المؤسسة المالية فأقبل المودعين دفعة واحدة، أقبل المودعون لأخذ هذه الأموال، وبالتالي يحدث ما يسمى بنقصان السيولة، هذا على مستوى المؤسسات، وأيضا نقصان السيولة على مستوى الدولة أيضا له مشكلة حقيقة، عندما يكون عندك سلع وخدمات وإنتاج وليس عندك سيولة أيضا يصبح عندك ما يسمى بالانكماش، فحقيقة ينبغي أن يكون هنالك توازن دقيق بين الكتلة النقدية وبين السلع والخدمات التي تنتجها الدولة، فإذا كان هنالك توازن دقيق لا يكون عندنا هنالك مشكلة حقيقة. متى يكون عندنا مشكلة؟ إذا كان هنالك اختلال في ميزان ما بين الكتلة النقدية يعني السيولة النقود وبين ما يسمى بالسلع والخدمات. أتوقف مشاهدي الكرام مع فاصل ومن ثم نواصل، كونوا معنا.